اليوم غادي نتعلموا كيفيه عزف مقام الحجاز. الحجاز في درجات مختلفه، الحجاز على درجات مختلفه. غنبداو من الري، حجاز على الري على الشكل التالي. والحجاز على الري تكون فيه السي بيمول والمي بيمول والفا دياز، السي بيمول والمي بيمول والفا دياز. بحال أغنية على باب واقف أمرين لحجاز ري. هذه بالنسبة لحجاز على الري. ناخذ حجاز على الصول، حجاز على الصول والحجاز على الصول تتكون فيه الصول دياز والمي بيمول، الصول دياز والمي بيمول. هذا بالنسبة للحجاز على الصول. غنمشيو للحجاز على الله، حجاز على الله على الشكل التالي. والحجاز على الله تتكون فيه في السلم الموسيقي السي بيمول والدو دياز، السي بيمول والدو دياز. هذا بالنسبة للحجاز على الله. ثم هناك الحجاز على المي، نبدأ من المي من هنا. والحجاز على المي كتكون فيه فقط الصول دياز في السلم الموسيقي، الصول دياز. هو على الشكل التالي. طبعا غنمشيو للحجاز على الضو حتى ناخذ عليه فكره. الحجاز على الضو على الشكل التالي، على الشكل التالي. والحجاز على الضو كتكون فيه السي بيمول واللا بيمول والدو دياز، السي بيمول واللا بيمول والدو دياز. طبعا كانت هذه نبذة مختصرة، فخذوا نفس الأبعاد وحطوها في درجات مختلفة. فاحنا شرحنا الأبعاد، فالأبعاد كتحسب مثلا إذا كنا مثلا حجاز على، مثلا نقولوا حجاز على المي،
فالحجاز ما بين مثلا الميو الفا كيتسمى دومي طون نصف بعد، ومن الفا للسول دياز بعد ونصف، من الفا دياز للسول دياز بعد ونصف، ومن السول دياز لا مثلا مي فا نصف بعد، من فا سول دياز بعد ونصف، من السول دياز لا نصف بعد، ما بين لا وسي بعد، ما بين سي والدو نصف بعد، ما بين الدو والري بعد، ما بين الري والمي بعد. هادو نفس الابعاد تحطهم في درجات مختلفة، حط نفس الابعاد فغيولي عندك الحجاز. فأتمنى لكم الاستفادة، وإلى اللقاء في حلقات قادمة.